عائلة طوب غير ماروكي، أهلا. عارف باللي طولنا الغيبة وهذيك صار من 15 يوم ما حطينا شي فيديو. سمحوا لينا على التعطيلة، كانت ظروف صحية وشخصية، ولكن دابا إن شاء الله رجعنا وغادي نرجعوا بحويجات اللي زوينة إن شاء الله. من بعد ما بعت آخر طوموبيل اللي كانت عندي اللي دوزت بها تقريبا 7 ديال الأشهر، بقيت بلاش وما عرفتش ما نختار حاليا. جزار ومعشي بلوس كيف ما كيقولوا. حاليا مازال ما خديت حتى شي سياره، وقلت نحط هذا الفيديو هذا نبارطاجي معكم جوج ديال السيارات اللي كنفكر فيهم، ومنها نهضروا عليهم ومنها ناخذ الراي ديالكم كذلك. بقاو معايا نمشيو للفيديو. صراحه لو شو ديالي تيمشي للسيارات اللي كيبقاو براتيك، اللي الميكانيك ديالهم مزيان. اللي غادي نقول لكم جوج ديال السيارات اللي كنفكر فيهم حاليا وكنقلب عليهم ومازال ما كتبت حتى شي وحده. ما عنديش مع العياقه وما عنديش مع الفشر تحت شعار لبس قد كيواتيك. ومن بعد ما دوزت تقريبا لي مارك اللي كيبقاو معروفين، لقيت بلي لي فوتشور ديال الجابون تيبقاو من اكثر السيارات اعتماديه. تنعقل على ميتسوبيشي لانسر جي ليكس اللي دوزت بها اكثر من سنه، واللي كانت في ليسونس كانت من بين احسن السيارات اللي دوزت، واخا كانت قديمه شيئا ما، موديل ديال 2014، ولكن شي حاجه اللي زوينه. السيارات الفرنسيه كانت عندي معهم تجارب فاشله بحال داسيا موديل 2012، الميغان كاسكيت، وصراحه ماشي شي سيارات اللي يعول عليهم الواحد. بطبيعه الحال هذا كيبقى راي شخصي، كاينين الناس اللي غادي يعجبهم هاد السيارات هادو. دونك بلا ما ندخلوا في هاد الفايفيا، لا ترونش الثانيه اللي كانت كومام من بين الاختيارات الموفقه كانت في جولف 4. صراحه تبقى سياره واعره لما ندخلوا في الديتاي. سيات ليون في الاصدار او في موديل ديال 2008 ديوانه كذلك. اليوم حطيت جوج ديال الاختيارات اللي تيبانوا لي مزيانين وفي نفس الوقت صبارين. شخصيا السياره اللي كتعجبني تندوز بها حتى العام، سيرتو لما كانتش كدير لي زونبان في الطريق، وسيرتو لحقاش تنضرب الطريق طويله بزاف. غادي نهضر على جوج السيارات اللي حاليا انا كنقلب عليهم، تويوتا كورولا الكات دي 4 والهيونداي اي 30 الجيل الثالث. حتى نتوما الراي ديالكم مهم، في اخر فيديو خليو لي التعليق ديالكم وقولوا لي اش بالكم في جوج ديال السيارات، ولماذا لا كانوا شي اقتراحات واحد اخرين. تويوتا كورولا الكات دي 4 اللي كنقلب عليها كتبقى وحده من بين اكثر السيارات مبيعا في العالم. سبق لينا وخصصنا فيديو على الكورولا، لكن في الاصدار الجديد. الاصدار القديم ما كيختلفش بزاف من حيث الاعتماديه والصبر ديال هذه السياره هذه. انا كنهضر على النسخه البرلين اللي قبل من الاصدار الاخير، سياره اللي كانت كتخرج باربعه ديال لي باك، كاينه في سيتي في اللونج، اللونج بلس والباك لوكس اللي كيبقى الهاي لاين في هذه الفئه هذه، واللي كيبلغ ثمنها في الجديد حتى 22 مليون. احسن ما كتميز بها التويوتا هذه هي اولا لا كونسوماسيون ديالها اللي هابطه بزاف. سياره اللي بقوه 90 حصان، بويسونس فيسكال ديال 6 شوفو، ان كوبل ماكسي د 205 نيوتن في المتر، كونسوماسيون ميكس اللي كتبقى في حدود 4%، فيتاس ماكسيمال ديال 180 كيلومتر في الساعه، واللي ما كنبغيش نوصل ليها وما غاديش نوصل ليها ان شاء الله حفاظا على السلامه ديالي، وهذا ميساج لكم كذلك. بين قوسين التوجه ديال هذه القناه هذه تثقيفي في مجال السيارات، وما زيدش علينا، وانا شخصيا نهضر على السرعه. ديك العياقه الخاويه شوفوني كنسوق 200 كيلومتر في الساعه، ولا واحد الطوموبيل كطير ما كتبرهاش الخاوي. متبعين الناس بعقلهم، تنحاولوا نديروا دي فيديو اللي بعقلهم، مشاهدات اللي طايحين لحقاش الناس اللي بعقلهم قلال. هذا ميساج بين قوسين يقدر يدوز انديريكتومون شي وحدين. ما عليناش، السيارة فيها 6 ديال لي رابور، كتدخل فئة السيارات الكومباكت تخي كونفورتابل. أهم حاجة لي بان ديالها قلالين، هادي للإشارة لافي ديال بزاف ديال الناس اللي خداو هاد السيارات. بالنسبة لاسيكوريتي واللي كتبقى أهم حاجة في السيارات، السيارة فيها لاباس، ما فيهاش مع الأسف لو اس بي، فيها لي دو فريناج دورجونس لونتي ديماراج. ومع الأسف الحاجة اللي شي شوية كتعجبنيش فهاد السيارة هادي أنها متوفرة بدو زيرباك، لي سياج جاريير ماش فيهمش لي زيرباك. من بين الحوايج اللي مزيانة فهاد السيارة هادي أن الديستريبيسيون اللي فيها شين سنسلة إلا بغينا نقولو ماشي كروة. حاليا هاد السيارة التمن ديالها في السوق متينزلش على 11.5 حتى ل 14.5 حتى ل 15 بارفوا، متوفرة بكيلومتراج معقول وبإيطالي كتبقى مزيانة.
كان هذا الاختيار الاول اللي لقيتوني كنفكر فيه انا شخصيا. لو شوا الثاني اللي بغيت نبارطاجي معكم هو لو شوا ديال الهيونداي اي 30 اللي سبق لينا خصصنا عليها مراجعه كامله. غادي نحط لكم لقطات من ديك المراجعه بالنسبه للناس اللي مهتمين بالمعلومات على هذه السياره هذه ونرجعوا نكملوا الفيديو. كتعتبر سياره الهيونداي اي 30 كسياره عائليه صغيره الحجم كيف ما كيصطلح عليها هاتشباك مصنعه من قبل الشركه الكوريه الهيونداي. اول نسخه ديال هذه السياره هذه كانت في سنه 2007 ومازال لحد الان بفيسليف جديد واللي موجوده بكثره في الاسواق المغربيه ديالنا. اول ملاحظه على هذه النسخه هذه ديال الهيونداي اي 30 هي التشابه الكبير اللي كاين بينها وبين الكيا سيد لدرجه ان عندهم نفس قاعده ديال العجلات. هاد السيارة اللي كتعتبر بمثابة الأخت الصغرى ديال الإلنترا واللي كيتم التسويق ديالها في أمريكا وفي كندا باسم إلنترا جي تي أو النسخة الجران توريزمو ديال الهيونداي كيف ما كتشوفوا في الفيديو. بالنسبة للشكل ديال السيارة فهاد الأخير أحداث بتحديثات مقارنة مع النسخة القديمة واللي حبسات في سنة 2012 واللي كتبقى كذلك محترمة جدا وبأداء جيد. الأضواء الأمامية والخلفية تغيروا او لا تغير الشكل ديالهم ولا اكثر عصرانه معززين باضواء ديال الضبابه او لي فارونتي برويار بشكل جديد وانيق. الشكل الخارجي ديال السياره كيعطي انطباع بالقوه ديال هذه الاخيره هذه وتيخليها نفس سياره الهاتشباك القويه اللي في الفئه ديالها واللي كاينه حاليا كذلك في الاسواق المغربيه. من بين الامور الجيده في سياره الاي 30 هي التوفر ديالها او لا توفرها عفوا على محرك صبار قوي وفي نفس الوقت قليل الاستهلاك والاعطال. الموتور اللي فيها كاين اكاتر سيلندر 1.6 سي ار دي اي بمحرك كيلبي كاع الحاجيات اثناء السياقه خاصه في الطريق الطويله. سياره بقوه ديال 136 حصان في البواطه فيتاس مانيوال واوتوماتيك ومشوفره في 90 حصان وفي 110 ديال الاحصنه. لي دو تيب ديال البواطه فيتاس المانيوال والاوتوماتيك متوفرين في هذه النسخه هذه في المغرب كذلك. بالنسبه للثبات ديال السياره فعن تجربه شخصيه الاداء ديال السياره مثالي سواء في هذا الجيل الجديد ديال الاي 30 اللي كنهضروا عليه عفوا ديال ما بين 2012 و2016 وحتى كذلك في الجيل السابق. دونك الاداء ديال هذه السيارتين بجوج كيبقى مزيان. اثناء السياقه السياره مرنه وخفيفه. كملاحظه في معظم السيارات الكوريه الحديثه التسويق بحال الكيا ريو الكيا سيد فتبقاو سيارات جيده واضافه جيده كذلك لسوق السيارات الاوروبيه والمغربيه خاصه. بالنسبه للامان ديال السياره حصلت الاي 30 في اختبار التصادم الاورو ان سي ابي على 4 نجوم من اصل 5 في اختبار التصادم الامامي الجانبي وكذلك الخلفي. بالنسبه للمساحه ديال التخزين السياره واسعه من الداخل قادره تهز 4 ديال البلايص حتى الخمسه بشكل اللي كيبقى عادي مع كوفر اللي كبير ولا مساحه التخزين كيتوفر عليها كبيره. دونك كخلاصه اوليه السياره في المجمل ديالها الا خدينا بعين الاعتبار الشكل الخارجي الداخلي ومساحه ديال التخزين ففي نظرنا هاد السياره كتبقى من بين احسن السيارات اللي الثمن ديالهم تعادل 12 مليون في المستعمل ولا في السيارات لي اون بون اوكازيون. بالنسبه لي زوبسيون الباك مايسترو في هاد الفئه هادي واللي كيبقى اللي كتبقى الفئه الهاي لاين ديالها فيه بزاف ديال لي زوبسيون. ليكرون ملتي ميديا كاين روتروفيزور الكتريك رابطابل لو اس بي جي اس ام جيستيون دو ستابيليتي دو فييكول فيها ليد دو ديماراج اون كوت بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في صعود العقبات اولا في تجاوز العقبات ديماراج اون كوت كيف ما كنقولوا. المحركات اللي فيها كاينين كيف ما قلنا من 90 ديال الاحصنه حتى 136 ديال الاحصنه واكثرهم هو المحرك ديال 110 احصنه بواطا فيتاس مانيوال من 6 ديال السرعات واللي هو كثير بزاف في الاسواق المغربيه. وما نكروش بان حتى المحرك ديال 136 حصان كيبقى من بين المحركات الاكثر طلبا كذلك عند الناس وخاصه فئه الشباب. اضافه جيده كاينه في هذه النسخه هذه هي بالنسبه للديستريبيوشن ديالها اللي كتوفر على شان
أو السلسلة بالدارجة المغربية ديالنا بحال المحركات ديال المرسيدس، وهذه إضافة جيدة لهذه السيارة هذه اللي كيتبرهن بأن المحرك ديالها كيبقى فيابل وصبر. من بين السلبيات اللي كتسجل على هذه السيارة هذه وعلى حساب الآراء ديال الناس اللي دوزوها، فكيبقاو التجهيزات اللي كاينين في الإيترونت خاصة في النسخة في لونتريدكا أو في أول نسخة اللي تكوميرسياليزات تقريبا ب 19 مليون في اللونسمون ديالها، فالتجهيزات اللي كيبقاو فيها محدودة، دونك بين قوسين لي زوبسيون اللي كيتوفروا في لونتريدكا قليلة بزاف. هذه من بين السلبيات اللي هضروا عليها الناس. بعض الملاحظات كذلك كتسجل على المقاعد الخلفية، الارتفاع ديال السيارة ما تعاونش أصحاب القامات الطويلة، وكيحسوا شيئا ما بالضيق سيرتو او نيفو ديال لي سياج اريير ديال السيارة أو في المقاعد الخلفية ديال السيارة. طابلو دوور كذلك ما سلمش من بعض الملاحظات السلبية، المكونات ديالو فيها دونك يتواجد بها شيئا ما البلاستيك اللي ما تيصبرش بزاف، ولكن عموما الجودة ديالو كتبقى متوسطة. المميزات الى خدينا بعين الاعتبار المميزات والعيوب، فكرأي شخصي كنظن بان المميزات ديال هاد السيارة هادي كتغلب على السلبيات ديالها، بحيث ان هاد السيارة هادي عندها مكانة مزيانة في السوق المغربية من حيث المبيعات، وكذلك الناس اللي واخدينها كيشكروها بزاف وما عليهاش عيوب اللي كتبقى كارثية او كثيرة الاعطال، والمشاكل ديالها كيتكرروا بشكل اللي هو منتظم. دونك السياره مزيانه صباره، والاهم انها تري كونفورتابل في الطريق، والاستهلاك ديالها منخفض جدا. المهم هادو حاليا جوج ديال السيارات او لا ليش اللي كنفكر فيهم انا في الوقت الراهن. مازال كاينين دي فواتير واحد اخرين نقدروا نهضروا عليهم من بعد. كيف ما قلت لكم مازال ما خديتش شي سياره حاليا، كيف ما تيقولوا الناس الهمزه كاينه في الشراء. كاع الناس اللي باغيين يشريو طوموبيلات سواء كانت اول تجربه او لا سبق لهم خداو السيارات، حاولوا ما تزربوش، كاين بزاف ديال الحوايج يردوا البال منهم الناس. راه كاينين دي فيديو في القناه بالنسبه للشراء ديال السيارات اللي هم بون اوكازيون واللي خاص الواحد يرد لهم البال، حاولوا تشوفوهم، واللي ما لقاهمش خلي لنا كومونتير، نخليو له تو سامبلومون لين ديال هاد لي فيديو هادو. المهم الخوت بارطاجيت معكم هاد الفيديو هادا على جوج حوايج، باش اولا تعرفوا لي شوا ديالي انا شخصيا، واو ميم طون باش ما نغبروش بزاف على القناه. تسناونا مراجعه جديد غادي يكون ان شاء الله تقارير ديال السيارات اللي غادي تكون حصريه كذلك. ان شاء الله فراسكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.